تلك التي تم استهجارها من روسيا. للأسف هذه الطائرة التي استأجرت من روسيا حصل عليها عطب منذ 3 أيام، حصل عليها عطب حين تدخلت في احدى الاماكن. فان شاء الله ربما اليوم السبت ان شاء الله سوف يتم اصلاحها. التي تم استهجارها من روسيا. للأسف هذه الطائرة التي استأجرت من روسيا حصل عليها عطب منذ 3 أيام، حصل عليها عطب حين تدخلت في احدى الاماكن. فان شاء الله ربما اليوم السبت ان شاء الله سوف يتم اصلاحها.